الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. الحمد لله الذي جعل الصلاة قرة عيون الموحدين. الحمد لله الذي جعل الصلاة صلة بين العبد وربه. الحمد لله الذي جعل الصلاة إذا صلحت صلح سائر العمل، وإذا فسدت فسد سائر العمل. هي الفيصل بين الإيمان والكفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الصلاة التي كانت مفزع النبي صلى الله عليه وسلم عند الشدائد، الصلاة التي كانت راحة النبي صلى الله عليه وسلم عند المشاق، الصلاة التي كان يأنس بها النبي صلى الله عليه وسلم إذ هي مناجاة بين العبد وبين ربه، الصلاة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. هذه الصلاة التي هي بهذه المكانة عند الله تبارك وتعالى، ألا تستلزم منا بعض العناية؟ أن نعتني بهذه الصلاة، أن نعرف أحكامها، أن نؤديها أداء حسنا. أليس كان النبي صلى الله عليه وسلم يسعد ويأنس بالصلاة وكانت قرة عينه؟ فلماذا الكثيرون منا اليوم لا يشعرون بهذا الشعور؟ يصلون نعم، يؤدون الواجب نعم، ولكن هل يسعد؟ هل إذا سمع النداء فرح، أم إذا سمع النداء قال الله المستعان هذا واجب يجب علينا أن نؤديه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح ويقول: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها، أسمعنا النداء، نريد أن ننتقل إلى مناجاة الله تبارك وتعالى. أليس النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حتى تتفطر قدماه وهو لا يشعر؟ من ماذا؟ من انشغاله بالصلاة وفرحه بها وسعادته بها، صلوات ربي وسلامه عليه. نقول الصغار ينزلون تحت والكبار يجلسون، لا، الشباب الصغار يجلسون تحت، خلي صغار الكبار. هذه الصلاة تحتاج إلى عناية ورعاية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يصلي الرجل وليس له من صلاته إلا نصفها، ويصلي الرجل وليس له من صلاته إلا ثلثها، ويصلي الرجل وليس له من صلاته إلا ربعها، إلا خمسها، إلا سدسها، سبعها، ثمنها، تسعها، عشرها. يقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: يصلي الرجلان كتف هذا بكتف صاحبه، وقدمه بقدمه، ما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض، يكبران معا، يسلمان معا، ما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض، من الخشوع وحضور القلب والاهتمام بها والرعاية لها.
والخروج بأجلها، والخروج بأجلها، هكذا كان. ولذلك يقول عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت، ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت من هذه الصلاة. وكان هذا سبب جلوسي معكم، ألا وهو أن نتدارس في هذه المسألة كيف نخرج من صلاتنا بأحسن ما يرضي ربنا تبارك وتعالى. كيف نخرج بنصف أجر الصلاة، بثلثيها، ب90% من بالصلاة كلها؟ ما الذي يمنع أن تخرج بأجر الصلاة كامل، خاصة أنك هذا الوقت شئت وأم ليس تقضيه في الصلاة، ستكبر مع الإمام وتسلم مع الإمام. طالما أن الأمر كذلك فلنحرص إذن على أن نخرج بالأجر كاملا، ما المانع؟ والله تبارك وتعالى كريم سبحانه وتعالى، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، يعطيك الله ويجزل العطاء سبحانه وتعالى. على كل حال يجب علينا أن نتنبه لأمور إذا فعلناها خرجنا بهذا الأجر العظيم في الصلاة. أنا على يقين أن الإنسان إذا حرص على هذه الأمور ستتغير صلاته، سيجد نفسه تغير تماما وأن الوضع غير. أول أمر حضور القلب، أحضر قلبك معك، هو من حيث الوجود موجود بجسمه موجود، ولكن هل تفكر بشيء آخر أو تفكر في الصلاة نفسها؟ القلب جبل، جبل هكذا جبله الله تبارك وتعالى، القلب منصرف إلى ما الهمة منصرفة إليه. ما الذي يهمك؟ القلب ينصرف إليه. فإن كانت الصلاة تمثل هما بالنسبة لك فالقلب سينصرف إلى الصلاة، وإن كانت الصلاة لا تمثل هما وإنما تمثل هذه الصلاة أي شيء عندك فإنك لن تخرج بالأجر كاملا. لا بد أن تمثل الصلاة لك هما، ويقال العلم والقلب منصرف إلى ما الهمة منصرفة إليه، فلتكن الصلاة لك هما، اشتغل بها، احرص على أن تؤديها الأداء الحسن، احرص على أن تؤدي الصلاة الأداء الحسن الذي يرضي الله تبارك وتعالى. على كل حال القضية الأولى إذن هي